لا الله يخليك، لما تفتو الزرقة الثالثة، الزرقة الثالثة غدور منها وغدور على الثانية على الرابعة وغتقلب سميتو، غدور هناك تقلب على تبقى تقلب، ربما تلقاها في الزرقة الرابعة ولا في الأخر ديالها تلقى اللي غادي ينفعك. اللي تلف يسوق داسيالوجي مع ميديانافو جي بي اس. داسيالوجي العائلة اللي فهمت كل شيء.